انضمنا مره ثانيه جيب. استاذ مصطفى دا يقول لك استاذ هاشم من الناحيه المنطقيه رياضيات بانه يابا اغلب القوات الامنيه الماسكه الارض بدياله هم من ابناء المحافظه، هذول الاهل المحافظه مشتركين في صناعه القرار الامني، ليش الاتهامات هاي للقوات الامنيه؟ هذا شغل عزيزي، احنا ترى هذه مو المجزره الاولى ولا عمليه التهجير الاولى او الثانيه، من 2003 ترى لحد اليوم منطقه دياله هي منطقه ساخنه. منطقة ساخنة، مو أول مرة يصير مجازر، مو أول مرة يصير تجريف، مو أول مرة يصير تغيير ديموغرافي. هذه المواضيع ترى مستمرة، إذا تريد تسأل روح اسأل أهل ديالة، شوف ايش جاي يصير هناك. والماسك الأرض الحقيقي هناك هي منظمة بدر، معروفة هذه، إذا من المحافظ، إذا من قائد الشرطة، وإذا غيرها غيرها، كلها ماسكين جماعة بدر. بدر من أهل المنطقة، قابل منين بدر؟ من الفضاء؟ يقول لك بدر من أهل المنطقة، من أهل المحافظة. يا عزيزي يا اخوي العزيز، السؤال انت ليش اسمه؟ اقول لك انت ليش ما المناطق اللي تسميها رخوه، اللي تسميها رخوه وبيها مشاكل، بيها مشاكل يا اخي لزمها لاهلها، واذا صار خرق الزمهم وذبهم جوا، حاسبهم انت. مو اليوم انت اللي يدخل تدق حاسبه، صاروا كلهم باجات. اجي احكي لك انا ترى من الغربيه، عندهم باجات وعندهم حاسبه، اللي رايح والداخل وطالع عندك حاسبه زين، ويوم يصير خرق تجي على هالمناطق ذولي تنبشهم نبش، يا تهجرهم يا تذبحهم يا تسوي لهم ما تسوي بيه، تحمل مسؤوليه الخرق الامني، الاجهزه الامنيه اللي هي مليون وشويه زين، عنصر امني زين، تروح تحاسب الاهالي وتعوف ذولي. شوف بالله عليك، شفت لك فد يوم فد قائد ضابط ميداني قائد فرقه قائد فيلق وزير تحاسب على الخروقات الامنيه والمجازر اللي صارت بالعراق من 2003 لليوم؟ شفت فد يوم واحد انحبس تعاقب نزلت رتبته راح محكمة عسكرية؟ أبدا. دم العراقي يدفع على طول في سبيل الكراسي،